أيوة يا رحيم، أنا عاوز أشوفك حالا دلوقتي. طب أفهم يا حاج اللي حصل. طيب أيوة بس أنا مش فاضي. خلاص جاي جاي، مع السلامة. في إيه؟ شكلها كده مصيبة جديدة. رحيم، هو أنت هتقف قدام أبوك؟ حتى أنت يا هشام، ده أنا قلت أنت الوحيد اللي هتفهمني. أفهم إيه؟ أفهم إنك عايز تسامح واحدة كانت سبب في موت أختنا؟ حط نفسك مكانها. كنت عايزها تعمل إيه؟ تعمل إيه؟ وأنا مالي أحط نفسي ليه مكانها؟ أنا كل اللي خصني في الموضوع ده إن دي كانت السبب في موت أختنا. أيوه بس ما كانتش عارفة إن كل ده هيحصل. رحيم، هو أنت كنت ناوي تتجوزها؟ إيه كنت دي؟ طب يا رحيم، أنا هقول لك كلمتين من أخوك، اسمعهم وفكر فيهم. انسى حبك لداليا، انسى داليا نفسها. لو اللي عمل كده واحدة غريبة، ده كان هيبقى تصرفك؟ أيوه بس هي ملهاش ذنب. طب سيبك من دي. يعني أنت عايز تجيبها بيتنا، ونبقى إحنا قاعدين مع مرات أخونا اللي كانت سبب في موت أختنا، موت أختنا، حتى لو ملهاش ذنب. تفتكر إزاي هنتعامل مع بعض؟ أديك سكت. يعني أبوك كان عنده حق. فكر في الكلام يا رحيم. عارف ازاي مكان البضاعة؟ ما هو ده السؤال اللي أنا جاي أسأله لك يا رحيم. أنا؟ أنت قصدك إيه حاجة بالظبط؟ أصل مش معقول يعني أنا أو رجالتي هنسلم البضاعة للحكومة. وأكيد مش أنا. أنت عارفة رحيم السوفي كويس. ما أنا عشان عارفاك كويس جاي أسألك. مش عايزة أعمل أي تصرف إلا ما أتأكد منك. أكيد حد من رجالتك هو اللي عملها. لا يا حاجة، البضاعة أول ما بتوصل المخازن رجالتي مالهمش دعوة بيها. يعني إيه؟ يعني شغلي وعملته، التأمين بقى مش بتاعي. الغلط من عند رجالتك اللي كان أولى بيهم يراقبوا المخازن بدل ما يراقبوني. ماشي يا رحيم، بس أنا لو عرفت إنك أنت ليك يد في الموضوع ده، تأكد إني مش هسكت. لو سكتي هتقلي في نظري. أنت عندي حاجة كبيرة أوي. طيب يا ريم، طالما هتذاكري انا موافق ان انت تباتي عند صاحبتك. اخرجي يا حبيبتي وتفسحي، اتبسطي. انا عايزك تبقي كويسه ريم، خلي بالك من نفسك. انا بحبك. طب يا حبيبتي، مع السلامه. مش هينفع كده يا استاذ. اوعى. حضرتك رايح فين؟ وسع من وشي. سيبونا. انت ايه اللي جابك؟ اطلع بره، اطلع بره. عيب يا حلمي، احنا اللي بينا مش قليل. خلينا نقعد ونتكلم. وانا مش عايز اسمع منك اي حاجه. لا هتسمع. بحق العيش والملح والعشره اللي بينا لازم تسمع. العشره! العشره اللي انت صنتها كويس. حقك الوحيد عندي يا رحيم انك تطلع بره. بره يا حلمي، لو ما قدرناش نفضل صحاب يا ريت ما نبقاش اعداء. لا يا رحيم، احنا لا هنبقى اصحاب ولا اعداء.
عارف ليه؟ لاني مش هسيبك عايش. المرة الجاية لو شفتك هقتلك يا رحيم، وحياة بنتي لقتلك يا رحيم. بطلع برا برا. خسارة يا صاحبي، خسارة برا. ازيك يا حاج؟ طمني، عامل ايه النهارده؟ أنا كويس، متشغلش بالك بيا. أنا بس عاوز أروح مشوار مهم النهارده. تروح فين يا حاج؟ أنت لسه تعبان. أنا قلت النهارده يبقى النهارده. عاوز أروح المخزن بتاع الطريق الصحراوي. بس قبل ما أروح لازم يبقى هناك حامد أبو داليا. أبو داليا؟ ليه؟ لما تقابلني بيه هناك هتشوف. حاضر حاج. عزة أخت رحيم، أنا كنت السبب في قتل. أنا مش مصدقة سمر تعمل حاجة زي كده. وهي تعمل كده ليه؟ هتستفيد إيه؟ يمكن علشان داليا. داليا إيه؟ كملي، قولي أي حاجة تساعدنا نفهم اللي بيحصل ده. أنا قصدي يعني عشان داليا، يمكن سمر شايفة كده إن حياة داليا هتبقى أحسن لما تبعد عنها. ولو إنه كلام مش منطقي، بس حتى لو هي مقتنعة بيه مستحيل تعمله، لأن الكلام ده يضر سمعتها. لا لا، الست دي فيه أكيد حد دفع لها عشان تتجسس على داليا. أنت من إمتى وأنت بتعملي عندها جلسات؟ معرفش، بس أنا لازم أسمع منها. طب أنت فاكرة إنها هتعترف لك كده على طول؟ مش مهم، معرفش، بس أنا لازم أروح لها. أنا هقوم أغير هدوم. أنا هاجي معاكي. خليك أنت، أنا هروح معاها. في إيه يا داليا؟ أنا مش فاهمة حاجة. أنا فاهمك يا دكتورة. التسجيل اللي على الفلاشة دي خرج من عندك. تسجيل ايه؟ في ايه يا داليا ما تتكلمي؟ ده التسجيل بتاعي لما كنت عندك. في حد وصله لبيت رحيم، واكيد مفيش حد يعرف يخرجه من هنا غيرك. مين اللي خلاكي تعملي كده؟ لو ما قلتيش مين، انا مش هستنى علشان اقفل لك العياده دي بالقانون. انت عارفه كويس قوي لو الفلاشه دي راحت النقابه ايه اللي ممكن يحصل. داليا انت موافقه على الكلام اللي بيقوله؟ انت شايفه ان انا ممكن اعمل فيكي كده اصلا؟ والله انا ما بقتش شايفه غير حاجه واحده بس، اللي بقيت بتصدم في الناس يوم ورا التاني. كنت فاكراكي صاحبتي. وانا كمان كنت فاكراكي صاحبتي قبل ما تفكري تشكي فيها بالطريقه دي. ملوش لازمه الكلام ده دلوقتي. انا عايز اعرف التسجيل ده خرج من هنا ازاي. العياده اتسرقت من يومين وده المحضر. طب وكاميرات المراقبه؟ الجهاز اتسرق بكل الداتا اللي عليه. والله؟ طب مفيش حاجة تانية اتسرقت هي كمان؟ لا، ما هو انت مش فاتح لي محضر عشان تتكلم معايا بالطريقة دي. انت متخيلة اني ممكن اصدق الفيلم الهندي ده؟ حد دخل العيادة عشان يسرق التسجيل ده تحديدا؟ التسجيل اللي محدش يعرف اللي عليه غيرك انت؟ طب انا خلصت كلامي، ولو ما مشيتش من هنا حالا هطلب لك البوليس. ماشي يا دكتورة، بس انا بقى لسه ما خلصتش. يلا دالي. صبر، أنا تعبت من الخسارة، تعبت! داليا، أنا أكتر واحدة فهماكي والله العظيم، أنا حاسة باللي أنت فيه، بس اسمعيني بس، والله العظيم أنا مستحيل أذيكي، صدقيني يا داليا، داليا، صدقيني، والله العظيم مستحيل أذيكي، صدقيني. أنا ما بقتش قادرة أصدق حاجة خالص. أنا مستحيل أذيكي يا داليا، طب داليا، داليا! ازيك يا حامد؟ عاش من شافك يا راجل. وايه اللي حصل لكل ده حاجه؟ طب ما تحكي لي انت احسن. قول لي انت غلطت في ايه؟ انا ما عملتش حاجه غلط يا حاج. ازاي بقى؟ ده كل ابن ادم خطاه. وانت غلطت 3 غلطات. اولهم
سبت زكريا وعزة بنتي يموتوا. التانية إنك ما جيتش ساعتها تحكيلي. التالتة بتحاول دلوقتي تكذب قدامي. صح؟ يا كنت فاكر إن الحكاية اتنست. أنا ما عملتش حاجة. وماليش ذنب في اللي حصل. أنا كل اللي عملته إني حذرت أدهم بوردة إن في كبسة لقيتها. وأنتوا قتلتوه بعدها. يعني خدتوا حقكم. صح. ولولا ولادي الحلال كان زمان بحر الدم شغال بينا وبين ورده لحد دلوقتي. بس تعالى نرجع ورا شويه كده. وساعتها مين اللي كان بلغ البوليس؟ مش بنتك برضه؟ انت عملت الصح. حذرت معلمك. غلطه يا حاج. غلطه. سامحني يا حاج. ابوس ايدك. سيبني اعيش يا حاج. سيبني اعيش. ماشي. كنت عاوز اسيبك تعيش؟ هات لي بنتك مكانك. مش هتعرف صح؟ انا كمان مش هعرف. عارف ليه؟ عشان خاطر رحيم ابني. انا مش عاوز يجي اليوم ان ابني يقف قصادي فيه. بس انا هسيبك تعيش بشرط. ايه اللي تؤمر بيه يا حاج؟ تاخد بنتك وتخفى عن هنا خالص. ومش عاوز اسمع لكم حس والا انا اللي هقطع حسك بيدي. فاهم؟ دوروا في داهيه. قوم قوم. هو النهارده مفيش غير ميه ولا ايه؟ هو اللي موجود. وبعدين كيف الدماغ يشتري بقى. لا مش فاهمه يعني ايه كيف الدماغ يشتري. يعني كيف الدماغ يشتري يدفع علشان الدماغ دي مش معموله ببلاش. ولا انت فاكراها ببلاش؟ اوكي. طب وانت ما قلتيش كده من الاول ليه؟ عشان الموضوع مش محتاج يتقال. احنا كل ليله على حد فينا. بس انت اللي بقالك فتره مقضياها. يعني تمام. النهارده عندي. بجد؟ وهتتصرف ازاي بقى؟ مالكيش دعوة. هتصرف. قلت يا بنتي؟ عايزة تقول لك ايه؟ عايزة توافقك على الجنان اللي انت جاي تقوله ده؟ عايزة تسيب كل اللي بنيته في عمرها وتهرب؟ انا خايف عليكوا يا هالة.